أكلة السيالي هاي الأكلة شعبية عنا ومعروفة تقريبا مناطقنا، بس يعني على الأغلب هلق يعني صارت قلت شوي. النسوان يعني ما بقى أنه مثل قبل يعرفنها، يعني ما بيعرفوا أنه يعني كيف طريقتها أو شيء، لأنه شوي طريقتها بدها دقة. أول شيء بنجيب الطحين وبتكون يعني مي سخنة فاترة، بنحط لها خميري، صرف بيكنج باودر، شوية كربوناتو ومعلقتين سكر، وبنبلش التحريك وملح لحتى يعني هالمزيج يصير مثل تقريبا مثل يعني مريق شوي مثل اللبن السميك. ايه وبتخليها لتختمر هون يعني لفترة شيء أكثر من ساعة يعني، وبتجي بتكونك هون تريدي بتحطيها على النار، بتريدي على يعني مثلا برا بالجو على الطبيعة، بتريدي على الغاز على التيفال، بس يعني نحن مش نحب انه نشتغلها هون، هي حاجتها مخصصة يعني وكويسة مرتبة يعني بتطارحها ناجحة.